خلي يتعمر جوه منه. خلي خلي يتعمر. نحن أمام مشروع عين تيسمسيلت اللي هي عين معلومة معروفة تسمى سابقا بعين ديغو، وهي عين تيسمسيلت كانت تمون جزء من تيسمسيلت بالمياه الشرب الصالحة للشرب. نشوف بأنه إذا كان نحوسوا هذه العين ما تتبذرش، المياه هذه ما تتبذرش، نستغلها يعني يا اما للسكان يا اما يكون مشروع مدروس بامور تقنيه. ومنه احنا ربع احياء منهم الصولوج منافطال هذا وحي بالشرقي هذا و80 سكن تاع الشرطه و94 سكن تاع ليلو، هذو اللي منا يدو يدي منا الطريق تاع القريه كنا نشربوا منه. ضربوك حنا كي جا ذاك النهار سيدنا الوالي ورينا له المنبع وقلنا له راه يروح يبيردي في حشاك في لي روكار، قالنا واه رانا نمشي معكم بصح ما عرفناش باللي راه باغي يدير لنا غير منبع، باغي يدير لنا سباله تاع بيبليك. حنا عاد بني زودنا بها كيما بكري، وها راه الشاطو دو ها الاثار، تشوف الاثار تاعو الشاطو دو ما ركبوا لنا المير الاول، مش هكا القاضي محمد هو اللي ركبوا لنا وكنا نشربوا منه كنا مزودين منه. هذه تاع العين تاعتي عين قديمه من قديم الزمان، وكانت تمول تيسمسيلت تقريبا نصف السكان تاع تيسمسيلت، ويريب الماء تاعها حتى للخزنه تاع عين البرج، وكان الماء تاعها يطلع حتى للدرب ويروح للباطوار ويروح. المهم تقسم الماء تاعها على عده مناطق حتى بعد ذلك مالي عطاونا جابوا لنا الماء تاع الرشيقه بلعوها وقالوا باللي راه فيها مرض وكذا وداروها في الروقان راحت باطل. عين تيسمسيلت تقول مليح فيها قايا كاع معروفه هذه العين هذه وينها بكري كانت العين هذه مليح الماء يشربوا بها كاع هذه من الفوق ومن التحت. كي جات البلديه ودارتها صوالح كنا مستفادين ما كناش نضرب والله ما كان. اليوم تروح هذا راهو يسكن في الدرب عندهم 15 يوم قال لك ما جاناش الماء. وعلى هذا والماء رايح له اسمه هذا ما ماشي هذا هذا كنز رانا سامحين فيه. نطلب من السلطات نطلب من السلطات يهديهم ربي يجوا يشوفوا هذه المشاريع.